خلوني أعرفكن على آرثر فيرغسون. آرثر خلق بسكوتلندا سنة 1883، وهو من أشهر الزعبرجية السكوتلندية. كان يشتغل بالمبيعات، ولاحظ أنه بيقدر يستعمل موهبته بالبيع تيزعبر على سواح أمريكان ويبيعن مباني أثرية. أهم القصص اللي باعها هنا نقطتين: عمود نيلسون الأثري بساحة ترافلغار، ساعة بيج بان الشهيرة، باكنغهام بالاس بإنجلترا، رجع سافر على فرنسا محل ما باع التور إيفل، وكمل على أمريكا سنة 1925 وباع البيت الأبيض بالتقسيط كل سنة ب$100,000، ولما قبض أول دفعة اختفى. وجرب يبيع تمثال الحرية للسيح أسترالي، بس هون انكشف لما الأسترالي سلم للبوليس صورة تصورها هو والزعبرجي حتى تمثال الحرية. بس آرثر ما كان زعبرجي أكتر من إليزابيث بيجلي، البنت اللي وقتها كان عمرها بس 22 سنة، عملت حالة بنته للملياردير أندرو كارنينجي، وراحت على منطقة كليفلاند بأمريكا مزورة تشيك بقيمة $2,000,000 من بيا الوهمة. البنك دفع لها التشيك بكتير من الثقة والفرح، وانبسط انه عم ياخدوا بنتها الملياردير المهم، وغاروا باقي البنوكة وصاروا يعرضوا عليها أوفرات أحسن بكتير. عمدة 8 سنين ضلت هالزعبرجية تلعب زيت اللعبة، وقدرت تجمع أكتر من $20,000,000. ولما بمقابلة سأل الملياردير أندرو كارنينجي عن بنته، خبر أنه هو ما عنده بنت، وهيك انلقطت وتحاكمت وماتت بالحبس. ونهايتها مسك مع كريستوف روكانكور. كريستوف خلق سنة 1967 بفرنسا، وأول زعبر عملها هونيك لما انتحل شخصية صاحب عقار وباع العقار بقيمة $1,400,000، ورجع سافر على أمريكا محل ما أنا على الكل أنه هو موفي بروديوسر أو بطل بوكس سابق. عمل حاله ابنه لصوفيا لورين وصاحب أهم نجمات هوليوود، حتى أنا على الممثل جان كلود فان دام أنه هو يكون البروديوسر على فيلمه الجديد. لما لقط كريستوف بال2002 كان صار ساري أكتر من $40,000,000، وعامل عدد كبير من خدع انتحال الشخصيات والتهريب. انحبس 5 سنين، بس انتبهوا لأنه من 2002 لهلا صار ماري أكتر من 5 سنين، يعني كتير معقول يكون بينه.